الزيادة العامة في الأجور على الطاولة. فتحت الحكومة والنقابات باب الحوار الاجتماعي من جديد خلال الاجتماع الذي ضم الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ورئيس الحكومة عزيز خنوش بمقر رئاسة الحكومة بالرباط وبحضور ممثلين من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك تنفيذا للميثاق الاجتماعي الذي تم توقيعه في 30 أبريل الماضي، والذي سطر لمؤسسة الحوار الاجتماعي عبر تشكيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة، وتضم الكتاب العامين للنقابات على أن يتم عقد 3 اجتماعات مركزية، أولها في شهر شتنبر بصدد الإعداد لمشروع القانون المالي للسنة القادمة، بالإضافة إلى اجتماع في منتصف السنة قبيل فتح ماي، وآخر في نهاية السنة لتقييم نتائج الإجراءات المتخذة. في السياق ذاته أشرت مصادر نقابية مطلعة إلى أن الاجتماع الأول خلال الدخول الاجتماعي يبحث 5 ملفات أساسية في مقدمتها المطالب النقابية بالزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى إصلاح نظام الضريبة على الدخل وإصلاح التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب مع تدعيم الحرية النقابية، حسب المصادر التي قالت إن الحكومة تجالس النقابات في اجتماعات منفردة مع الكتاب العامين أو ممثلي الهيئة النقابية وفق الأولوية في نتائج انتخابات ممثلي المأجورين التي تصدرها الاتحاد المغربي للشغل ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مبينة أن النقابات كانت قد استبقت الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي بعقد مكاتبها التنفيذية ولجانبها المركزية لتصدير لائحة العمل وأهم النقاط التي تعتبرها أساسية خلال الحوار مع الحكومة.